للتعليق على الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ شاهو القرداغي. مرحبا بك أستاذ شاهو. مرحبا، تحياتي. وعبر سكايب من باريس السياسي العراقي المستقل الأستاذ أمير المفرجي. أستاذ أمير مرحبا بك. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ شاهو، يعني تقديم أو وضع استقالة عبد المهدي للبرلمان الآن في هذه الظروف في هذه المرحلة ماذا تعني؟ هل هي الحل بالنسبة للتظاهرات والثوار؟ هل ستقدم حلولا أم ماذا؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام وللضيف الكريم. حقيقة بعد شهرين وبعد أكثر من 400 شهيد وعشرين ألف جريح يأتي عبد المهدي ليقدم استقالته استجابة لمطلب المرجعية وليس استجابة لمطالب المتظاهرين، وبالتالي يؤكد أنه هذه الخطوة لم تأتي أصلا لتحقيق مطالب المتظاهرين، رغم أنه هذه إحدى المطالب التي ظهرت في الساحات العامة، وهي مطالب كثيرة منها محاسبة حيتان الفساد، إنهاء نظام المحاصصة التي دمرت الدولة وجلبت بأناس ليس لديهم أي كفاءة أو قدرة على إدارة البلد، وأصبح تقسيم الكعكة بين أحزاب سياسية على حسب ثقلهم ودعمهم الخارجي من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران التي تدعم تواجدهم. وبالتالي هذه الخطوة حتى لو تحققت وتم تغيير رئيس الوزراء لا يلبي مطالب الجماهير. الجماهير تريد ليس فقط رحيل عبد المهدي، إنما محاسبة المتورطين في قتل أكثر من 400 شخص. وبالتالي عبد المهدي باعتباره رئيس الوزراء والمسؤول الرئيسي هو يجب أن يحاسب، القائد العام للقوات المسلحة، إذن هو مسؤول عن هذه الدماء وبالتالي يجب أن يحاسب. وأيضا أي تغيير للوجوه وإعادة تدوير أو إعادة انتخابات في ظل هذه الأحزاب الموجودة كأن شيئا لم يحصل وكأن تغييرا لم يحصل. وبالتالي هناك مخطط الآن عن طريق هذه الاستقالات كأنها استجابة لمطالب الجماهيرية، ولكن ردة الفعل الجماهيري في ساحة التحرير وباقي الساحات أثبتت أن الجمهور لديه وعي كبير ولا يمكن خداعه بهذه الخطوات. نعم أستاذ أمير، أنتقل إليك بالسؤال. الأستاذ شاهو داخل الاستوديو قال أن استقالة عادة عبد المهدي كانت في استجابة إلى خطاب المرجعية وليست استجابة إلى مطالب المتظاهرين في ساحات التظاهر في العراق، لكن هنا السؤال الذي يطرح، التوقيت هل له أي رمزية لكي تطلب المرجعية هذا الأمر ويستجيب له عادل عبد المهدي؟ مساء الخير وتحياتي لكم ولضيف العزيز. حياك الله. أنا أتفق مع ما تفضل به الضيف في خصوص قضية استقالة عادل عبد المهدي. نعم. ولكن قبل كل شيء، عادل عبد المهدي يمثل ثمرة من النظام الطائفي، ويعني شخصية أرادت أن تكون في هذا الوقت وفي هذا الزمان مع النظام السياسي، فكان يعني الجواب هو كما نلاحظ لقد خرج يعني بقوة الشعب، وستبقى عليه آثار هذه الجرائم التي عملت بحق الشعب العراقي. ولكن قبل شيء أحب أن أؤكد بأن السيد عادل عبد المهدي كان ضحية للنظام الطائفي الذي جاء منه هو شخصيا، وأيضا كان ضحية للعبة دولية أرادت من أن يكون عادل عبد المهدي يعني الدور للعب إيران دور جديد ودور يعني تستطيع أن تلتف على العقوبات الأمريكية. ولكن نلاحظ بأن إيران قد يعني رمت ورقة عادل عبد المهدي في الوقت الحاضر، وهذا ما يجيبه على سؤالك الكريم بأن هذا الوقت بالذات هو أن إيران هي شخصياً طلبت من إزالة عادل عبد المهدي وليس ما يسمى بمرجعية النجف التي هي مرجعية، وكما قلت بها سابقاً هي ليست إلا صمام أمان في العملية السياسية التي ترعاها إيران من خلال قاسم سليماني. معنا أستاذ أمير النفرجي لو سمحت أنتقل بالسؤال للأستاذ شاهو القرداغي، يعني ما قراءتك للمواقف الدولية الآن، الخارجية الألمانية والفرنسية وكذلك البريطانية، دانت ما يجري في ساحات التظاهر من قتل للمتظاهرين السلميين، هل سبب هذا ضغطا ربما على الحكومة الآن؟ هذا بطبيعة الحال هو وسيلة ضغط أكثر على الحكومة وعلى المنظومة السياسية، وهي بالتالي تبحث عن إيجاد مخرج لما حصل. لأننا في هذا التوقيت نرى مظاهرات في أكثر من دولة في العالم، في الجزائر، في لبنان، في هونغ كونغ، لم يحدث
الآلة القمعية والإجرام كما يحدث في العراق. يعني فقط في العراق تم سفك الدماء بهذه الطريقة، وأكثر من 50 شهيد يومياً على أيدي القوات المسلحة حصلت فقط في العراق. وبالتالي هناك أيضا الآن تدخل دولي وأيضا استجابة دولية لمطالب الشعب العراقي. يعني نحن نرى أن كل مواطن وكل ناشط أصبح وسيلة إعلامية ينقل الصوت العراقي إلى الخارج، وهناك محاولات ليس فقط نقل الصوت العراقي بل محاسبة المسؤولين الذين يحملون جنسيات أجنبية، بإمكان محاسبتهم. وبالتالي تم نقل الأمر من موضوع داخلي، أحداث داخلية، مظاهرات، ثورة داخلية، إلى موضوع دولي. وبالتالي أنا أتوقع أن هذا الأمر، التدخلات والمواقف الخارجية أيضا ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، من الممكن أن تستفيد من هذا الأمر الذي يحصل لتحجيم النفوذ الإيراني أيضا. لأن أي إضعاف للحكومة الحالية، للبرلمان الحالي، للمنظومة السياسية الحالية هو إضعاف لإيران، لأن إيران نجحت في استنزاف العراق لتخفيف العقوبات الأمريكية عليها. وبالتالي هناك الآن إرادة دولية أيضا استجابة للمتظاهرين، والمتظاهرين نجحوا إلى الآن في كسب الدعم الدولي أيضا، وفي إسقاط رئيس الحكومة أيضا بصبرهم وسلميتهم واستمرارهم إلى الآن. أستاذ أمير، الرصاص الحي لم ينقطع عن بغداد وعن الجنوب أيضا، هنالك عشرات القتلى في الناصرية والنجف، إذن لماذا كل هذا الدم في المحافظات الجنوبية وبغداد؟ الجواب بسيط على سؤالك، لأن قوة الانتفاضة واتساعها في المحافظات التي كانت تحت يعني الرعاية الطائفية قد سقطت يعني من أيدي النظام، فلهذا يعني ليس هناك حل من غير استعمال قوة السلاح لقتل العراقيين، لأن النظام قد عرف جيدا بأن مستقبل وجوده يعتمد على بقاء هذه الانتفاضة، لأن الانتفاضة العراقية هي انتفاضة واضحة وصريحة، انتفاضة تريد وتقول بأننا نريد تغيير النظام، أي تغيير العملية السياسية بكاملها، وليس تغيير عادل عبد المهدي ولا هادي العامري ولا كل من لف معهم. المشكلة هي تغيير العملية السياسية التي جاءت إلى العراق والتي ساهمت في وضع العراق في هذا الوضع السيء، وهي التي مسؤولة عن كل ما حدث في العراق منذ 2003 ولحد الآن. فلهذا يعني القضية واضحة وليس لها يعني أي غموض، الشعب العراقي يريد أن يغير النظام السياسي الذي يعني جاءت به إيران وأعطي لها هدية من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أستاذ شاهو، أنباء عن هروب قائد عمليات ذقار الفريق جميل الشمري إلى خارج العراق، وأيضا دخول شيوخ العشائر على خط الثورة بمطالب إسقاط النظام، يعني كيف، ما قراءتك لكل هذه الأحداث المتوالية بعد سقوط عشرات الشهداء في ذي قار، والذي سبقه أيضا سقوط للمئات في بغداد والمحافظات الجنوبية، الآن دخول شيوخ العشائر إلى الخط أو الخطوط الأمامية للتظاهرات، كيف تقرأه؟ بداية هروب المسؤولين عن ما حصل أو المجرمين هو بترتيب بين الأحزاب، لأن كل حزب يحمي من ينتمي إلى هذا الحزب، وبالتالي لا أحد يسمح بمحاسبة أو اعتقال أو معاقبة الشخص المنتمي إلى هذا الحزب والذي يتم دعمه. وهذا يثبت أن لا يوجد قانون ولا يوجد قضاء ولا مؤسسات قضائية تستطيع محاسبة المجرمين، وبالتالي يهربون سواء في قضايا فساد أو في تورط في عمليات القتل. الأمر الثاني وهو الأهم، السلطة والميليشيات المسلحة منذ اليوم الأول تحاول جر المتظاهرين إلى العنف. نحن رأينا استخدام العنف في مظاهرات إيران تسبب في استعجال انتهائها، ولكن في العراق من المهم على المتظاهرين أن يحافظوا على السلمية، ولكن تدخل شيوخ العشائر مهم لحفاظ على حياة المواطنين، لحماية المواطنين، وبالتالي الدولة تشعر أن هناك طرف يحمي المواطنين ولا يسمح ب تدخل الحكومة لقتلهم واستهدافهم. هذا الأمر مهم، هذا الأمر سوف يؤدي
هو عامل ضغط أيضا على الحكومة، وأيضا لا يسمح للميليشيات باستهدام المواطنين لأنهم يخافون من الثأر، يخافون من عشائر تتدخل وتأخذ الثأر لمواطنيها، وهذا أيضا يدل على ضعف الدولة. يعني المواطن ينتمي إلى عشيرته، يطلب الحماية من عشيرته ضد الميليشيات التي فاق عددها 80 ميليشيا في العراق. وبالتالي هذه النقطة أنا أعتبر أنها نقطة مهمة، نقطة تساعد في زيادة حماس المتظاهرين، لأنهم يشعرون أن هناك طرف يدعمهم ويحميهم ولا يسمح للميليشيات الحكومية باستهدافهم. نعم أستاذ أمير، يعني اليوم هو يوم الشهداء، لكن كما أن هذا اليوم هو يوم الشهداء بامتياز، فهو أيضا يوم الاستقالات. يعني عاد عبد المهدي قدم استقالته، إضافة إلى قائد شرطة ذي قار، محافظ ذي قار، نائب محافظ النجف، وهروب قائد عمليات ذي قار جميل الشمري إلى الخارج. يعني كيف تصفون هذا الأمر؟ ألا ترونه أنه مستغرب؟ لا، من الطبيعي أن يكون الأمر هكذا، لأن بسقوط صنم من أصنام العملية الطائفية المتمثلة في عادل عبد المهدي، قد كل النظام قد تخلخل وأصبح يعني من الداخل هناك صراعات داخلية. يعني يجب أن لا ننسى هناك صراعات داخلية بين هذه يعني الأحزاب وبين هذه القيادات التي تحكم وبدعم إيراني، ولكن بعد سقوط عادل عبد المهدي هناك تخلخل داخلي داخل هذا النظام. فلهذا يعني يجب أنه البعض يعني فكر بالهروب، البعض الآخر لا زال يفكر في أنه يستطيع أن يأخذ مكان عادل عبد المهدي. هناك يعني أسماء كثيرة يعني قد طرحت على المشهد السياسي العراقي، هناك طموح طائفي موجود يعني ليس لم يغب، ولكن أنا في نظري النظام الطائفي في العراق، العملية السياسية بشكلها الطائفي، قد وصلت إلى مرحلة صعبة بعد خروج عادل عبد المهدي. أنا في نظري أن عادل عبد المهدي سيكون هو آخر رئيس وزراء لهذه العملية السياسية. طيب، لأن القادم سيكون حرب داخلية بين هذه المكونات الطائفية، وأن الشعب العراقي واقف بالمرصاد لكل يعني عملية استباقية لوضع بديل لعادل عبد المهدي، لأن هدف الثورة العراقية هو إسقاط العملية السياسية وليس تبديل رئيس الوزراء. نعم أستاذ شاهو، يعني إلى أي مدى تتفق مع ما تحدث به الأستاذ أمير المفرجي بأن نظام المحاصصة الآن ربما في مأزق، وأن عادل عبد المهدي يمثل آخر عنصر لهذه العملية السياسية؟ بلا شك الآن بعد الوعي المنتشر وبعد ما رأينا التخلص من الشعارات الطائفية والتخلص من النفس الطائفي والخروج بخطاب وطني، من الواضح أن الأطراف السياسية أصبحت خائفة ولا تستطيع إيجاد بديل بشكل سريع لعبد المهدي. سابقا كان البديل الذي المرشح لرئاسة الوزراء كان يجب أن تقبل به الدول الخارجية وخاصة إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الآن زاد العامل المهم هو الشعب. الآن أصبح الشعب هو الذي يختار ويحدد ملامح الدولة. نحن نقول أن الحفاظ على السلمية واستمرار المظاهرات أنتجت هذا الأمر ودفع عادل عبد المهدي إلى تقديم الاستقالة. الآن هناك مطالب بمحاكمته، وبالتالي يحصل خوف لدى الأحزاب السياسية من أن الشعب لم يعد من الممكن خداعه بسهولة. استخدموا كافة الوسائل الدينية الاجتماعية، حاولوا تشويه المظاهرات ولكن لم ينجحوا، وبالتالي أصبح العامل الشعب، عامل الجماهير، هو العامل القوي، وهو الذي سيحدد، سيكون له الدور الأهم في تحديد ملامح الدولة العراقية المستقبلية. ولا يمكن أن يسمح بإعادة تدوير الوجوه الفاسدة والأحزاب السياسية الفاسدة داخل هذه المنظومة، ولا يعود إلى منزله إلا عندما يرى تغييرا حقيقيا حاصلا في العملية السياسية بالكامل، وليس فقط في الشخصيات التي تحكم سواء رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان. أستاذ أمير، يعني أنتقل بالسؤال إليك، أنت قلت أن سقوط صنم من أصنام هذه العملية السياسية هو عادل عبد المهدي. الشعب العراقي والكل يعلم أن عادل عبد المهدي لا يقدم ولا يؤخر شيء في العمل أما يسمى بالعملية السياسية، فهو محكوم بقرارات إيران. إذن لماذا هذا التركيز على منصب، على شخصية عادل عبد المهدي وخروجه أو بقائه في المنصب؟ وإلى متى ستبقى الكتل السياسية المتمثلة بزعمائها بالتعامل بهذا الكم من الغباء السياسي مع الشعب العراقي؟
هو مثل ما تفضلت به هو نوع اكيد نوع من الغباء السياسي، ولكن هذا الذي يعني بقى في ايديهم، لا شيء هناك هو سوى يعني التخبط في امال وفي احلام يقظه سوف لا تعطي اي شيء. يعني المستقبل العراق سوف يعني ينفذ من قبل الثورة العراقية التي بدأت والانتفاضة واضحة في أهدافها. إذن هؤلاء لا يعرفون ماذا يعملون، هم ينتظرون فقط الدعم الإيراني، الشيء الوحيد الذي بقى عند هذه الأحزاب وهذه الميليشيات هو دعم وإسناد إيران لحد هذا الوقت. ولكن أنا في اعتقادي الشخصي وأكون وأنا جازما بأن إيران سوف لا تستطيع أن تعمل شيء لإسناد النظام العراقي، لأن غرطتها بدأت في التوسع داخل العمل داخل النظام السياسي الإيراني نفسه. إذن هي مشغولة الآن في لأم جراحها بعد الانتفاضة الإيرانية، والذين يقولون بأن الانتفاضة الإيرانية قد انتهت هم لا يفهمون بالسياسة. طيب. لأن إيران هناك تغير واضح في إيران، وهذا التغير سيؤثر بصورة واضحة على الأحزاب الموجودة في العراق. نعم أستاذ شاهو، يعني إلى أي مدى تتفق مع الأستاذ أمير المفرجي؟ يعني هل هناك خيارات الآن أمام إيران؟ بطبيعة الحال إيران هي مستفيدة من نظام المحاصصة الذي توسع به نفوذها في العراق، ما خياراتها؟ إذا قارنا بين الدول التي تخضع للنفوذ الإيراني، العراق، لبنان، سوريا، اليمن، لا يوجد شك بأن العراق تشكل الدولة الأهم بالنسبة لإيران، لأنها انطلاقة استراتيجية للمنطقة جغرافيا، سياسيا، اقتصاديا، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تتخلى بسهولة عن العراق إلا إذا حصل تغيير جذري. نحن عندما نقول أن الآن هناك ثورة، هذه الثورة، هذه الانتفاضة الشعبية يعطي فرصة لإنهاء التوغل والتدخل الإيراني، وأنا أتوقع أن تغيير كافة الأحزاب ولكن دون تحجيم النفوذ الإيراني لن ينهي المشاكل، لأن التدخل الإيراني هو الذي يسبب الفساد السياسي والمالي والإداري. إيران تعيش على بقاء الفساد، إيران تعيش على إضعاف الدولة بشكل مستمر. الآن تفكر في إيجاد بدائل وتفكر في إيجاد وجوه جديدة لقيادة المرحلة أو إحداث فوضى أو جر المتظاهرين إلى العنف حتى تبرر القمع بشكل مباشر. هذا يعني أن إيران تستخدم أدواتها لقمع المتظاهرين، أي أن هناك مواجهة ربما غير مباشرة ما بين إيران والمتظاهرين السلميين. بلا شك، من اليوم الأول تدخل، قبل أن يتدخل المسؤولين في العراق، تدخل خامنئي واعتبر أعمال الشغب مؤامرة إسرائيلية وأمريكية، وبعدها تدخل قاسم سليماني في بغداد لإدارة الأزمة وكيفية قمع المتظاهرين. هذا يدل على أهمية العراق بالنسبة لإيران، وهذه فرصة لإنهاء هذه التدخلات وتحجيم النفوذ الإيراني داخل العراق. نعم أستاذ أمير، يعني العشائر اليوم خصوصا عشائر الناصرية بعد أن دخلت إلى خط التظاهرات وبدأت في تهديد يعني القوى الأمنية وتهديد الدولة علنا، يعني السؤال هنا، ألم تعي الحكومة العراقية قوة هذه العشائر، قوة وطنية هذه العشائر، قوة رسوخ جذور هذه العشائر بهذه الأرض؟ شيء طبيعي، الأحزاب الموجودة في العراق تعي بقوة الشعور الوطني لدى العشائر العربية، خصوصا عشائر الفرات الأوسط وعشائر الجنوب، بالإضافة إلى العشائر في المنطقة الغربية. ولكن المشكلة أنه لحد الآن يعني النظام السياسي في العراق يعني يتخبط، لا يعرف ما يعمل، هو يعني يتأمل ويأمل في أن يكون هناك تغير داخل الانتفاضة العراقية. لاحظ ما يعني ما يحدث الآن، هناك بعض الوقت قد يعني مضى منذ بدء الانتفاضة العراقية، هناك نوع من يعني الحسابات على أن هذا الانتفاضة العراقية سوف يقضى عليها بالحديد وبالنار، وانها هي مساله وقت. فلهذا نشاهد مساله العنف قد اخذت يعني نطاقا واسعا. ولكن انا في اعتقادي الشخصي بان الوضع الداخلي في العراق سوف لا يسمح في ان تجابه هذه الحكومه الوعي العربي الذي تمثله الطبقات العراقيه ومن ضمنها العشائر العربيه. ولا ننسى بان العشائر العراقيه الان قد يعني صحت بعد أن كان نوع من الحاجز
للثورة على هذا النظام، لأن هناك كان يعني بعض الأشياء التي قد لا نستطيع أن نعرفها، ولكن الوعي العراقي قد بدأ يخرج من ضمائر العراقيين، سواء كان في العشائر أو سواء كان في المدن وقصبات العراق. نعم، عبر سكايب من باريس السياسي العراقي المستقل أمير المفرجي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وفي داخل الاستوديو كان معنا الأستاذ شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ شاهو.